بس بيع الكتب، عملي يتضمن أيضا أنه أنا مسؤولة عن السوشيال ميديا الخاصة بالدار، أوفر الكتب المهمة اللي يحتاجها القارئ العراقي. عملي في شارع المتنبي كان حافز للكثير من البنات أنه يجون الشارع المتنبي، تربطني علاقة صداقة قوية صارت بيهم. طموحي وحلمي أن أصبح صاحبة دار نشر في العراق. كل العراق.